الفنان المصري صلاح قبيل الذي دفن حيا وصرخ ساعتين داخل قبره بعد وفاته. واحدة من أشهر القصص في الوسط الفني المصري هي قصة دفن الفنان صلاح قبيل حيا، فلا تمر ذكراه إلا وتجد شخصا يحكي لك عن قصة دفنه، فهو سمع من فلان عن هذه القصة مع بعض الإضافات لتصبح حكايات تنتقل بين الجميع. تعود الحكاية التي انتشرت بشدة إلى عام 1992 عندما توفي الفنان المصري صلاح قبيل، وبحسب الروايات كان صلاح مصاب بمرض السكري ودخل في غيبوبة كبيرة، وظن الأطباء أنه مات واستخرجوا تصريح الدفن. تم دفن الفنان المصري صلاح قبيل في مدافن العائلة، لكنه لم يمت فاستيقظ من غيبوبته ليجد نفسه مدفونا، ليبدأ في الصراخ ومحاولة الخروج من القبر، إلا أنه لم ينجح. سمع غفير المقبرة صوتا وظن إنها الأشباح والعفاريت، فهرب مسرعا ليأتي في اليوم التالي ليجد جثة الفنان صلاح قبيل على السلالم جالسا، وظهر عليه الإجهاد الشديد لمحاولاته للخروج من القبر، وتوفي بسبب أزمة قلبية حادة. هذه هي الحكاية التي تم تناقلها لسنوات، البعض يؤكدها ويحكيها وكأنه عاشها، والبعض الآخر يقول إنها مجرد شائعة، وحتى وإن كانت حقيقة فهي تشبه قصة درامية. إذن ما حقيقة ما حدث مع الفنان المصري صلاح قبيل وما سبب انتشار هذه القصة؟ الإجابة جاءت من نجله عمر قبيل الذي حكى أن والده توفي يوم 3 ديسمبر عام 1992 وكان أصيب بنزيف في المخ يوم 1 ديسمبر، ودخل على إسره إلى المستشفى ودخل في غيبوبة تامة، وكانت حالته صعبة وميؤوس منها. وتابع حكاياته إنه تم الصلاة على جثمانه بعد العصر، وتم دفنه وقت صلاة المغرب، واستكمل قائلا إنه بعد عام وجد صديقة تتصل به وتسأله إن كان لديهم أحد أقاربهم توفي ودفن في نفس المقبرة، وعندما سألها عن سبب هذا الكلام حكت له إنها سمعت إنهم عندما ذهبوا ليدفنوا قريبا لهم وجدوا جثة الراحل صلاح قبيل على السلالم في وضعية الجلوس، وإنه عندما دفن لم يكن ميتا وحاول الخروج وفشل في ذلك. وأجابها وقتها أن هذا غير صحيح، فلم يتوفى أحد من عائلتهم وكل هذا الكلام شائعات. وأكد إنه سمع هذا الكلام كثيرا هو وإخواته، وبدأ الأمر في الانتشار. ونفى نجل صلاح قبيل أن والده كان مريضا بالسكري وأنه تعرض لغيبوبة بسبب هذا المرض، مؤكدا أن النزيف بالمخ هو سبب موته. وأشار إلى أنه بعد مرور 4 سنوات توفيت جدته ودفنت في نفس المقبرة. أما عن سبب انتشار هذه الشائعة فهو لا يعرف سببها، ويظن إنه في الوقت الذي مات فيه عرضت له أفلام ومسلسلات كثيرة وكان الجمهور يحبه، فبدأت الشائعات تنتشر عنه. 29 عام مرت على وفاة الفنان المصري صلاح قبيل، ورغم نفي أسرته لا زالت قصة دفنه حيا ومحاولاته الخروج من مقبرة منتشرة ويصدقها الكثيرين، على الرغم من مرور
29 سنة على وفاة الفنان المصري صلاح قبيل، ذكر موقع مجلة سيدتي أن صلاح قبيل دفن حيا بالفعل، إذا أنه كان مصابا بغيبوبة سكر، فظن الأطباء أنه مات بالفعل. وجاء في التفاصيل الجديدة القديمة التي ذكرها الموقع أن صلاح قبيل دفن حيا، وعندما أفاق من غيبوبته وجد نفسه في مكان مظلم، فظل يصرخ بصوت عالي ليسمعه أحد وينقذه، محاولا في الوقت نفسه إزاحة الحجر الذي يعلو قبره. وبعد استغاثات عدة سمعه حارس المقبرة، لكنه فر هاربا ظنا منه انه عفاريت، لينجح صلاح بعد محاولات في الخروج، لكنه مات اثر ازمة قلبية تعرض لها نتيجة الخوف الذي عاشه، حسب ما نسب من تقرير الى الطب الشرعي. ولكن عائلة الفنان المصري صلاح قبيل تحاول اخفاء هذا الامر، واللافت بحسب التقرير نفسه ان موقع ويكيبيديا موثق الخبر فعليا، حيث ذكر ان قبيل توفي اثر ازمة قلبية وازمة سكر مفاجئة عن عمر يناهز 61 عاما. ونتيجة لذلك تم تغيير سيناريو الجزء الخامس والاخير من مسلسل ليالي الحلمية بحذف هذا الجزء باعتباره متوفيا وتم دفنه، اعتقادا من الجميع انه توفي. وشاع خبر مفاد ان حارس المقابر سمع اصوات تخرج من قبره، وبعد فتح القبر بمعرفة الطب الشرعي والنيابة العامة وجدوا يوم الاربعاء في 3 ديسمبر عام 1992 الفنان صلاح قبيل ملقى على سلالم القبر متوفيا بسكتة قلبية نتيجة الخوف الشديد. وذكرت ويكيبيديا ان الخبر تم تكذيبه من قبل اسرته التي نفت هذه الواقعة. بحسب الموقع، من هو الفنان صلاح قبيل؟ الفنان صلاح قبيل ولد في 27 يونيو سنة 1931 ميلاديا. توفي الفنان صلاح قبيل في 3 ديسمبر سنة 1992. يحمل الفنان المصري صلاح قبيل الجنسية المصرية، وديانة الفنان المصري صلاح قبيل هي الإسلام. زوجة الفنان صلاح قبيل هي وداد حمدي، ولديه ابن واحد هو عمر. الفنان صلاح قبيل ممثل مصري راحل من مواليد مدينة نوسة الغيظ بالدقهالية سنة 1931، ثم انتقل مع عائلته لتكملة دراسته بكلية الحقوق في القاهرة. وبسبب حبه بالتمثيل ترك دراسة الحقوق والتحق بمعهد الفنون المسرحية، ثم عمل بمسرح التلفزيون المصري، وكان تميز بتنوع في أدواره من الرجل الفلاح والسياسي ورجل الأعمال والنصاب والشرير. استمر بالتمثيل حتى توفي عن عمر يناهز 61 عاما سنة 1992. أصيب الفنان صلاح قبيل بأزمة قلبية مفاجئة أو غيبوبة سكر، وتم دفنه في مقابر العائلة، ووجدوه ملقى على سلالم القبر متوفيا بسكتة قلبية نتيجة الخوف الشديد، لكن تم تكذيب الخبر من قبل عائلته. ومن أبرز أعمال الفنان المصري صلاح قبيل بطل من ورق، اغتيال مدرسة، يا عزيزي كلنا لصوص، العجوز والبلطجي، الإرهاب، قضية سميحة بدران، العقرب، الراقصة والسياسي، القلب وما يعشق، مسجل خطر، زوجة محرمة، المفسدون، دنيا عبد الجبار، السجينة 67، الشيطان والخريف، عجايب يا زمن، العصفور، لا شيء يهم، شهيرة، دائرة الانتقام، أسياد وعبيد، شهد الملكة، الهلفوت،
المذبح وذاعا يا ولدي، امرأة مطلقة. رحم الله الفنان المصري صلاح قبيل وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وزويه الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون والبقاء لله. انتهى الفيديو. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا على حسن المتابعة.